ازيكم يا شباب، معكم زياد تيوبر. رجعت لكم فيديو جديد. احب يا شباب اشكركم جدا ان انتوا وصلتوا القناه في اقرب وقت ل 300 مشترك. خلاص يا شباب، مش لسه كتير، لسه بالظبط 700 مشترك نوصل لل 1000. طبعا يعني حققوا لي طبعا الحلم ده، يعني عايز اوصل 1000 مشترك، عشان من بعد يا شباب ال 1000 مشترك طبعا بتلاقي القناه طلعت بسرعه رهيبه جدا، بقت يعني ممكن بعد ال 1000 مشترك هتلاقي بقى بالظبط اسبوعين تلاقيهم 2000 مشترك. موصلونا يا شباب للموضوع ده. جايبين لكم يا شباب النهارده لعبه زي ما انتم شفتوا كده في عنوان الفيديو، اسمها كريتيكال اكشن. طبعا دي هنعمل لها سلسله كده خاصه على القناه. يلا بينا ندخل اللعبه مع بعض على المهمات. هندخل نشوف المهمه دي ونلعب الدور الاول. شوف بس كده الاسلحه اللي معانا، اهم حاجه مش معايا للمصاد. ماشي نغير السلاح ده، مش كويس انا اصلا، يعني هو جاي يضربني انا كنتش اصلا واخد بالي. عملت واحدة هيت شوت يا شباب، خلينا نشوف ده هيت شوت برضو ده. طبعا كده دي كده المهمة الأولى خلصت. طبعا تبقى أسهل مهمة عشان أول واحدة. راحوا فين بقى؟ ضربته في دماغه. تمام. ايه ده، احنا كان معانا قنابل، احنا ما ضربناش بيها ليه؟ استنى نضرب بيها يا عم. لا ما خدتش بيها، انا عمال اضرب بس بالمسار. هي فوق اهي. ايه ده مش معايا، ده بيقول لي زائد، يعني مش مفيش. هو فوق هناك وعايز اصطاده، هو هناك. انا برضه اصطاده هناك. ده نقرب لكم شويه عشان ناخد الاسلحه دي. اضرب المسدس بقى، بيموت برضه المسدس. في واحد جاي من الناحية دي. تمام كده. ال 2327. ماشي ماشي كونتينيو. ممكن ندخل يعني مهمات برضو بس نوع جديد منها، ايه رأيكم؟ نطلع كده باك، بعد كده ندخل هنا 1-4 ده. ده شباب الفيديو ده ان شاء الله هينزل لكم بكرة الساعة، يعني احنا النهاردة ايه، النهاردة الثلاث، هنزله ان شاء الله يوم الاربع الساعة 10 الصبح. هتلاقوا ان شاء الله الفيديو ده على قناة زياد تيوب. اهم حاجه بس شباب الدعم علشان نوصل، مخدش باله عشان نوصل لألف مشترك ان شاء الله في اقرب وقت. طبعا والله كنت فاتح القناه بقالي طبعا يعني اكتر 3 ايام او 4 ايام ما بعملش فيديوهات، ما يعني كنت ايه قلقان عدد المشتركين يقل او حاجه. يعني رحت شفت القناه بتاعتي لقيتها 302 مشترك تقريبا، كان يوم النهارده الصبح 3 الصبح. ما كنت فاكر مثلا الاقي قالوا او حاجه عشان قلت ما بنزلش فيديوهات بقى فتره، بس لا والله يا شباب يعني زادوا يعني عدد كويس.
انا كنت اعمل لكم شباب، كان في حفله اللي هي الفيديو اللي كان بقول لكم عليه حفله. استنى انا كده هموت، بقول لكم عليه حفله ال 135 مشترك ده، بقول لكم شباب بقى اسبوع. يعني انا نزلت تقريبا الضعف وشويه كمان، ووصلت ل 300 مشترك في اقرب وقت. اكيد نوعيه الفيديوهات اللي بقدمها لكم دي عجبكم جدا، او الجيمنج او فيديوهات الطيران. بس انا مش عارف يا شباب الجيمنج ولا فيديوهات الطيران اللي عجبكم اكتر، عشان يبقى نكثف منه في القناه. يعني انا مش يعني مش يعني مش عارف برضو، بس انا بعمل دوده اللي بلاقي مشاهدات اكتر ده اللي بزود فيه بي يعني بيه. ما يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات بتاعت الفيديو ده ايه النوعيه بتاعت الفيديوهات اللي بتعجبكم اكتر، فيديوهات الطيران ولا فيديوهات الجيمنج اللعب وهي زي كده. يا شباب مش عايزين نزود عليكم مدة الفيديو عشان تستمتعوا بيه كامل، بس هنروح ناخد الهوز بتاعنا. انا في 3 شباب بيضربوا عليا. نيكست ممكن برضو نروح ناخد، او نروح يعني نعمل مهمات تانية زي دي، بس يعني في مناطق تانية نروح كده نشوف. وكلهم دول مقفولين، انا لسه والله شباب منزل اللعبة، قلت اعمل عليها فيديو يعني. ماشي خلاص نكمل في دي ولا التو؟ لا التو تبقى اصعب متهيألي، نكمل في التو دي. ماشي عايزين بقى شباب نوصل القناة 1000 مشترك أقرب وقت إن شاء الله، 1000 مشترك عشان نعرف نعمل لكم نوعية الفيديوهات. أي فيديوهات أنتوا بتطلبوها مني أنا بعملها، وما خدتش بالي منها. يا لهوي ناخد واحدة هوسبيتال، واخد فلوس هنا برضه. إيه ده كله؟ ما هضرب اللي تيجي تيجي فيه ده. ناخد واحدة هوسبيتال برضه عشان قربت اموت. ناخد شوية الأسلحة دول، بصوا يا شباب كام سلاح ده، أقوى سلاح. لا أضرب بيه ده، موت اتنين مع بعض. ماشي تمام تمام هما كانوا 11، موت ال11 بالظبط في كام دقيقة بالظبط، دقيقة وكام ثانية. مفيش سلاح غير ده؟ لا مش عايز المسدس، مبيضربش كويس. ندور على اللي هند اهي، ناخد الفلوس والأسلحة بتاعتهم. انتوا يا شباب مش ملاحظين حاجة؟ يعني صوت الطلق، صوت الطلق كل ما اضرب واحد بيختلف عن التاني. يعني ايه بقى ده يعني؟ اللعبة دي شباب اللي عايز يلعبها اسمها كريتيكال اكشن، تقريبا مساحتها 90 ميجا، 90 ميجا او حاجة. برضو المساحة بتاعتها مش كبيرة، بس هي لعبة جميلة جدا، وانصحكم كلكم تجربوها. في شباب لعبة اسمها اكستريم لاندنج، واكستريم لاندنج برو، كارير لاندنج، وكارير لاندنج برو، هعمل لكم برضو عليها فيديوهات. دي يعني العاب طيران، بس لعبة محاكاة للعالم كله كله، العالم كامل موجود، خريطة العالم كامل، ممكن تسافر في اي دولة انت عايزها. وفعلا يعني يعني الطبيعة الجغرافية والطبيعة، الطبيعة اللي هي المية، المناخ، حتى في المناخ يعني مظبطين. مظبطين اللعبة شباب، مظبط فيها كل حاجة، بس هي مساحتها كبيرة شوية، مساحتها تقريبا من 500 ميجا، كبيرة برضو. اكستريم لاندنج، وفي لعبة اسمها كارير لاندنج برو، دي مساحتها
مساحتها حوالي 300 ميجا، دي ألعاب كارير لاندنج، ألعاب طيارات حربية، اكستريم لاندنج طيارات مدنية. نعم كنت عامل عليها فيديوهات في أول القناة، بس بعد أيام لما كنت واخد 50 مشترك والكلام ده، بس ما لقيتش عليها دعم. يعني قلت ايه، ما لقيتش عليها دعم، قلت لا خلاص بقى. مش قعدت بعمل عليها فيديوهات، بقالي اكتر من تقريبا من سنة بعملش اكتر عليها فيديوهات اصلا. كده شباب بيكون الفيديو بتاعنا خلص، بيكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك الجميل بتاعك، سبسكرايب، فعل زر الجرس، وصلي كل الفيديوهات اللي بتاعتنا اول باول، شير القناه دي في كل حته عشان نوصل زي ما قلت في اول فيديو 1000 مشترك في اقرب وقت. ومع السلامه، واشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. We'll be right back.